التميز والريادة هو شعار دائما ما تضعه الدولة نصب أعينها في شتى المجالات وفي نفوس الأبناء، لا سيما في الحياة المدرسية. ومع نهاية العام الدراسي تكون نتائج الثانوية العامة هي نتاج جهد ومثابرة للطلبة. في التقرير التالي نستعرض معكم قصة الطالب الحاصل على درجة 100% الذي زارته كاميرا أخبار الدار في منزل عائلته. يا باحثا عن كل نهج رائد، سلطان خير معلم وقائد، يا راسما درب الشباب تحديا يعلو بهم فوق المدى المتصاعد، أضحى جواز العلم نهجا نيرا بجوائز وحوافز وفوائد. محمد أسامة وليد المزيني، الطالب الحاصل على درجة 100% في اختبارات الثانوية العامة من إحدى المدارس الخاصة بالشارقة، زارته كاميرا أخبار الدار هو وعائلته للإطلاع خلال حديث شائق على تفاصيل دراسته وسر تفوقه. طبعا أنا الحمد لله رب العالمين نشأت في أسرة، يعني هي أصلا أسرة محافظة ومتعلمة حريصة على التعلم والتعليم، وأنا يعني جدي هو في الأساس مدرس ومعلم سابق وله جهود سابقة كبيرة في مجال التعليم، فمنذ صغري وهم يحافظون على تعليمي بأفضل المستويات وفي أفضل المدارس، والحمد لله رب العالمين بفضل دعم والدي الحثيث ودعم الإدارة المدرسية مدرسة الشؤون الخاصة. أما عن حصوله على العلامة الكاملة وهي من النوادر، فكانت إجابته جلية عبر الكراسات التي كانت رفيقة دربه في المدرسة، وكان بحسب قوله يواصل الليل بالنهار خلال الاختبارات النهائية. بداية أنا من أول السنة يعني من خططني دائما أخرس وقتي كامل في مجال التعليم، لأن أنا عندي هدف عالي، وطبعا إذا كان الأهداف عالية لابد أن يكون الهمة أعلى منها، فكنت أنا يومي كامل هو عبارة عن دراسة فقط، في عندي ساعتين أو ثلاثة هذه خاصة مع الأسرة، أجلس مع الأهل ومتواصل اجتماعي أرفع عن نفسي، ولكن غالبا يومي كان هو عبارة عن كامل دراسة. وفي أيام الاختبارات كان أيامي عبارة، ما كان يومي 24 ساعة وإنما كان 48 ساعة، كنت أنا أيامي متصلة في بعضها البعض، كنت أذهب للامتحان وأنا مواصل من اليوم السابق. أما عن حلمه القادم والتخصص الذي سيلتحق به في الجامعة فكان حديثه كالتالي: سويت دراسة للموضوع، واحد درسنا سابقا وشاهدنا أمام عيننا أن القيادة الرشيدة دائما تسعى إلى تطوير الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، فأنا لاحظت أنه أقرب مادة إلى قلبي هي الكيمياء، فحسب هذا الشيء الكيمياء والرؤية المستقبلية للدولة، فأنا توجهت نحو الطاقة النووية، وأنا لا أسعى أن يكون فقط خريج بكالوريوس وإنما أني أكون ماجستير ودكتوراه أيضا حتى أساهم في خدمة الوطن الذي قدم لي كل شيء. هذا الدعم لم يكن ليكون إلا في ظل أسرة داعمة من أب وأم وجد وفروا الرعاية لأبنائهم. أنا سمعت الخبر وشفت الشهادات، صراحة يعني الدنيا هذه ما شلتنا من الفرح والله، الحمد لله. ودعمنا كان تحفيز بس والدعاء وصدقات لهم، وأمه دارياهم الكل يعني هو إخوانه. هذا فخر ووسام نحطه على صدورنا، وأنا أشكر أخوي وزوجته على هالتربية الفاضلة اللي ربوها للأولاد واهتمامهم فيهم، والحمد لله ما شاء الله أخوي الكبير دكتور سنة ثالثة في جامعة الشارجة وهو متفوق وأخته متفوقة ما شاء الله، الله يوفقهم كلهم إن شاء الله. قصة النجاح ورحلة البحث عن المعرفة، انتهى السطر المدرسي فيها لمحمد المزيني بعلامة كاملة، لتبقى هناك أسطر كثيرة في طريقه للوصول إلى حصد أوسمة التفوق، فهنا على أرض الإمارات يمكن لكل مجتهد أن يحقق نجاحاً منقطع النظير. إذن بالجد والاجتهاد والمثابرة خط الطالب محمد المزيني اسمه بحروف التفوق والتميز ليحصل على العلامة الكاملة في تحصيله العلمي بالثانوية العامة. لإخبار الدار وليد الأصبحي، الشارقة.